أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخاصة برنامجكم ميكرو طنجاوي. وكيف ما قلنا الحلقة ديالنا ديال اليوم حلقة خاصة. علاش حلقة خاصة؟ حيت غنصوروها مع ملاء ديال اتحاد طنجة وغنسقسيهم إذا ما كانوش كيلعبوا كرة شني كانوا غيكونوا. خليكم معنا خي حمود، غنسقسك إذا ما كنتيش ملاعبي كرة شني كنتي غتكون؟ بصراحة يعني ما كانتش عندي شي موهبة ولا شي حاجة أخرى من غير الكرة، لأن أنا خرجت من الدراسة يعني بكري، باقي صغير، ويعني كنت خدمت في الحرف كلها تقريبا، ولكن إذا ما كنتش لعب الكرة كنت غنكون صانع تقليدي مثلا. شنو الحرف اللي خدمتي؟ خدمت كل شيء، خدمت مثلا النجارات، جلد، السودور، ميكانيك، صباغة، أي حاجة خدمناها. صراحة إلى ما كنت صراحة فاش كنت في الصغر صراحة كنا كنقوموا بمجموعة من الخدامي، منهم صراحة حلاق، كنا دارو كنت كتعجبني الحلاقة، كن بارطاجي مع الدراري هكا لحد الآن مع الدراري ديال الفرقة. شنو خار كتبريكولي مرة بريكولي ما خوانيش أنا، ما جاتش الكورة تجي في شي حاجة أخرى. عاوتاني شنو خار ضروري خاصني نقلب على شي حاجة باش إلا ما كانش كورة، مثلا التجارة الإلكترونية دابا اللي دايرة البوز وعندها واحد المستقبل كبير، فوالا بحال هاد الحوايج هادو. خالد، غنسقسك إذا ما كنتيش ملاعب كورة شنو كنتي تقدر تكون؟ واش غادي نقول لك؟ أنا إذا ما كنتش كنلعب كورة كنت غنكون صياد، أنا عزيز عليا الصيادة وكنخرج نصاد بزاف، المهم كنت غنكون رئيس وصافي. رئيس. شنو هو الخدام اللي خدمتي مثلا ملي كنتي باقي صغير قبل ما تلعب كورة؟ أنا خدمت في لوطيل، فهمتي، خدمت يعني عندي الدبلوم ديال لا كويزين وداك الشيء، يعني قبل ما كنت وصلت لواحد المرحلة شي أيام يعني كنت صافي وقفت الكورة، كانت عندي ديك الساعة شي 19 عام، كنت كنلعب في فئة اتحاد طنجة، وصلت لواحد النيفو ما بقاش داك الاهتمام بحال اللي كان، وقلبت فهمتي مشيت نعمل الدبلوم ديال فندقة، ومن بعد ما ضربت واحد العامين شديت داك الدبلوم ومشيت خدمت به في لوطي. من بعد رجعتي للكرة؟ من بعد عاود رجعت للكرة، بحال اللي جا واحد النهار جا واحد الماتش اميكال ضد طنجة ومانيت، شافوني وقالوا لي فين كنتي غابر وما نعرف، المهم حيا داك الشيء من جديد، والحمد لله وتأتلنا عاود فرصة أخرى وجاب الله التيسير. الصراحة ما كانش عندي حتى هواية أخرى من غير الكرة، الكرة اللي مصغري وأنا كنلعب لها، والحمد لله احنا ماشيين دابا مزيانين، نتمنى ان شاء الله نمشيو في هذا المسار هذا اللي فتحتي عينك في كوره. كوره ضروري، الله يعين هادشي اللي كاين. شي خدام يخدمو حاتم ملي كان باقي صغير؟ والو كوره صافي، صح خدمه حتى شي والو، قرايه وكور. قرايه وكور. اي والله. كانوا صراحه نسقسك اذا ما كنتيش ملاعب كوره شنو كنتي تقدر تكون؟ واه ما تعرفش تقدر تكون الا ما كنتيش ملاعب ديال الكوره، غادي تمشي تخدم شي خدمه ضروري، غدير شي عمل ما تبقاش جالس. شنو هو الخدمه اللي خدمتي ملي كنتي باقي صغير؟ شي خدمه خدمتي؟ وانا الخدمه بالنسبه لي اللي خدمت، انا كنخدم مع الوالد ديالي، كنا كنديروا كنبيع ونشري مع الوالد، كنمشي مع عندنا الحانوت كنبيع ونشري معاه، شي كنت كندير. شكرا بزاف اخي حموده، وبغينا شي رساله للاعبه اللي طالعين دابا. اول حاجه كنقول لهم انهم يجتهدوا، هذه اهم حاجه هو الاجتهاد والصبر، والحاجه اللي مهمه اكثر هي الدراسه ديالهم، يحاولوا يوفقوا ما بين الدراسه والرياضه، ويتهلاو في الوالدين لان برضا الوالدين يوصلوا ان شاء الله. صراحه الرساله ديالي للملاعبيه اللي طالعين ان شاء الله، وهو انهم يحاولوا ما امكن باش انهم يفرقوا ما بين الكره وما بين الدراسه ديالهم، لحقاش الدراسه مهمه بزاف، وكذلك الكره ما عندكش واحد النسبه ديال 100% في النجاح، يعني خاص ضروري، هذه نصيحه من عندي انا، انهم يفرقوا ما بين الدراسه والدراسه وكره القدم، 50% 50%، ما كاينش شي وحده اللي تكون اكثر، لحقاش مازال ان شاء الله فاش غادي يلعبوا ولا تنجحوا المسار الكروي ديالهم غيستافدوا من الدراسه بزاف. هو ما كايناش شي بحال عامل، فهمت، حيت دابا تينا كتعرف الشباب ديال هذا الوقت كيتعاطاو بزاف ديال الحاجات، يعني تينا كتشوف الملاهي وداك الشيء ما كيخليش الانسان يركز في الرياضه ديالو، يعني حتى النيفو ديالو الكروي كينقص. انا كنصحو بالرياضه والصلاه اول حاجه، والانسان اذا كل ما ترينا مزيان وخدم غادي ان شاء الله ربي ما غاديش يخيبه، ولكن الانسان كل ما كان كسول وكيتعاطى داك الشيء ديال بحال اللي كنقولوا ديال الشيشه وداك الشيء ديال الملاهي وداك الشيء، راه كون على يقين كارير ديالو ما يفوت 23 عام 24 عام، بحكم التجربه ديالي تقريبا دابا داخل 33 عام بحكم التجربه، يعني لعبت في عده انديه، خمسه العمليات
باش نجيك خمسه د العمليه تعامل والحمد لله باقي متابرين تجيب تنوح النار صافي ونوقفوا ان شاء الله ونعلوا يدنا. ونصيحه نزيد نعاود نصيحه للشباب يخدموا ويجتهدوا لان صراحه هذا الوقت هذا كاينه فرص كثيره ما كانوش قبل في الوقت ديالكم ما كانوش هاد الفرص يعني كتجيك فرصه كتريني مثلا مع الفرقه الكبيره كتبهر على المؤهلات ديالك كيعطيوك الناس واحد القيمه كيجين عندك يعني انت خدم واجتهد باش تبين داك الناس بان راك انت تستحق تكون في واحد المستوى عالي ما تعطاش داك الشيء ديال السهر ديال الليالي وداك الشيء ديال الفيسبوك وداك الشيء اللي غادي يخليك دايما داك الشيء ملحوق وصلنا واحد النيفو مثلا واحد 38 عام دير واحد الكارير مزيان جمع شويه الفلوسات عمل مستقبل صوفي والديك صوفي عائلتك ديك الساعه الانسان الا مشى للفيسبوك ومشى للملايين ما كاينش مشكل. الكره يعني يخدم مزيان ويشاهد ويكمل على الخدمه ديالو ربي كبير يسهل لاي واحد اللي كيشاهد واللي كيخدم ونتمنى لهم كل خير ان شاء الله. الدراري طنجه كاملين ولاد المغرب كامل الحمد لله كاين مواهب بزاف نتمنوا يكملوا في مشوار ديالهم ان شاء الله ربي يسهل عليهم. شكرا بزاف اخي. هي الانسان يخدم ويكون معقول حيت المعقول هو اللي غادي يوصلوا ودابا الحمد لله راه ولاو الظروف بزاف متوفره بالنسبه للرياضيين كاين تيرانات في المستوى كاين مواطرين في المستوى خاص غير الانسان تكون عنده الرغبه والعزيمه ان شاء الله ويكون اللاعب الكبير. وحسن هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم كان معكم ايو جفاري نتلاقاو في موضوع جديد وحلقه جديده السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.